إذن عن أحراق المحاصيل الزراعية في العراق وأسبابها وتداعياتها، معنا هاتفيا المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. مرحبا بكم. إذن حريق يلتهم 150 دونما للحنطة في كركوك، ما الذي يحدث في كركوك سيد فايز؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى أبناء شعبنا العراقي في كل مكان. من المؤكد بعد أن تمكنت الأحزاب الحاكمة ذات الولاء إلى الدولة التي أسست إلى ميليشيات لها في العراق وسيطرت على الملف السياسي والأمني والاقتصادي، وطيلة هذه السنوات تم استبدال التجار في العراق عن طريق تصفية البعض منهم، والبعض هاجر إلى خارج العراق، لم يبقى منهم إلا الموالي لهذه الأحزاب بقادة الميليشيات، وبالتالي أصبح ملف التجارة بيد هذه الأحزاب والميليشيات. فلا بد من خلو العراق من أي محاصيل زراعية، ويبقى الاستيراد بواسطة هذه الزمر الحالتين: الجانب الأول لمنفعتهم وأحزابهم، والجانب الثاني هو لدعم إيران على حساب الشعب العراقي باعتباره هو الجانب الأضعف لإضعافه أكثر ولإلهائه عن شعوره الوطني حتى لا يشكل خطرا على وجودهم في السلطه. يعني تعتقد ان ما يحدث، كل ما يحدث مقصود، وتكرار اعمال الحرق للمحاصيل الزراعيه تقريبا في كل عام وفي كل موسم؟ بكل تاكيد تبقى في كل السنوات حتى القادمه ما دامت هذه الاحزاب وهذه الميليشيات موجوده، بالاضافه الى انه الميليشيات هي متواجده في جميع انحاء العراق، حتى في مناطق كركوك هي متواجده الميليشيات، وبالتالي اذا بقي العراق لديه محصول زراعي يكفيه، كيف تستفاد ايران وكيف تستفاد التجار الموالين لهذه الاحزاب والذين ينتمون الى هذه الاحزاب والى هذه الميليشيات؟ فلا. شيخ فايز شاووش، فقدنا الاتصال به. اذا عموما نشكر الشيخ فايز شاووش المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك.